صلوا على النبي يا شباب، زيدوا صلاة. احنا ما نقومكم من الصلاة لمصلحتكم، كنا نقسى عليكم يا شباب لكن سامحونا. الله يعطيكم العافية يا شباب، يسعدكم ويسر أمور. تفضلوا، هذه نظارة زايد سابر من عند زياد سعيد الله يبيضك. الله يرحم والدينك. ها ايش؟ كان سوينا مسحة طبعا ابو سحاب للشباب كلهم في عود كذا تقريبا، دخلنا بخشومهم بس كله يعني الصحة والنظافة. النظافة انا ما بعرف النظافة عندنا غير مطلوبة، لان دخل بخشومهم كلهم نفس العود. انا ما اعرف ليش اذا صرتوا انتم صرتوا في الغرفة الواحد ما يقوم بنفسه كذا يشيل المعدل يخلي لكم الغرفة ويمشي، ليش يجلسون؟ انا بعرف ليش يجلسون. والله ما ادري ايش كلته. انا كان عندي مطبخ اليوم والله. اسمع رجال شباب، منكم جميعا التعاون ان شاء الله. اي واحد ان شاء الله يشرب من الماء ان شاء الله، سواء فيه باقي ولا صح، انه ياخذ معه الوقت. وشكرا جميعا لكم. ايش تقول بسحاب؟ عندك صوت تهرج ولا ما عندك؟ ابو جاي لابس 13 فنيلة. عشان نعتبي ما خاف اي برد وكذا احنا يا رب. يا ام رنس عبد العزيز، تراي قومته وكل يوم اقومه وتراي هاوشني يقول انقلع مالك دخل ما ادري وش. بس انا كنت اسمع، انا كنت يعني ما اسمع كلامه رغم انه يسبني يشتمني، لانه يقول تقوم غصب عليك. وانا جتني توصيات من السلطه العليا وقومت بالقوه اليدي، جيت اول مرتين ثلاث وعود اغسل كلمه علاق واطلع صوته. تعرف اللي صوت الخشير من الخشير يقوم بس برضه ما قام، لكن جت ثنتين هي ما عطتني اذن، ولكن انا اخذت الاذن منها. كيف؟ انا بدا انت تعرف احنا عندك اعتراض ان عندك اعتراض ان نقومك بالقوه الجبريه. انت من اعترض عليك من الله يشفيك. لا اخاف عليك، الله يشفيك بعيد. والله ان جرحني برضو. انت هذا لازم مصد فاتح المويه افتح الشامبو كان. القوه لا بارك الله. وكظهر يوم جيت اقوم ومخفست خفسه عند محمد عبيان بغيت بس هذا يسوي والعصر جتني نكبه. بس هذا السوالف في حلمه والله لا تجيها. والله اني لازم اشيل الرهب. محمد عبيان اخوه الرهب. محمد عبيان دخلتك العود هذا كله دخل هنا بخش لين وصلت. انت حركت مخك شوي. عبيان لقيت مجسم برج الساعه عنده، ما ادري شبابه حق من وزارفه ما ادري. فصاير جاني محظوظ يقوم بدري. لا بس على جاني بجامة بيضاء فراش أبيض مفرش أبيض. تقول كفن أنا ما أدري. ولا إبلان نجلس هنا. الله حر ما بروح أرقد. الله ما ترقد ولا تتبع عينك النوم ولا يطبها. أنا والله فيني نوم مبين على العيون. قمت ها قمت صرصرها. عندي شغل عزوم عزوم اللي على عرس مهل ماني برايح بكره حفل وشغل. انا معزوم على طلايع. ها معزوم على طلايع تمايل. الله يستر عليك يستر منك. احضر الله يعطيني خيرها. والله اني قلت مسقط هي ما هي سياره. قومني قومني انا بمن نقومي. يلا نقوم شوف. شفت لازم تشغل مخك عشان الله يا زوجي.
السلام عليكم.